يحتدم الجدال في رام الله والبيري حيال انتشار عدادات الدفع المسبقة في كافة الشوارع الواقعة في قلب المدينتين، فيما تبلغ تعرفة الوقوف شاكلا واحدا عن كل 30 دقيقة. دعونا نستطلع آراء المواطنين حول هذه العدادات. يعطيك العافية. نعم فيك. شو رأيك بعدادات الدفع المسبق؟ كثير منيحة، يعني بتعمل نظام في هالبلد، المهم الكل يلزم فيها، وين المشكلة يكون في عندنا نظام يعني؟ هي أريح وأحسن وأخفف للمواطنين، قريبة على المحلات وأرتب وأحسن. هذول العدادات حاطينهم ما احنا عارفين شو بدنا نسوي. هم مش عارفين منين بدهم يلموا مصاري. يعني الشعب بدهم يجوعوا الشعب بأي طريقة، بدهم يجوعوا الشعب. عشان الشعب ما يفكرش في السياسة من مرة. بأي طريقة بدهم يجوعونا عشان ما نفكرش بأي شيء، عشان نظلنا نشتغل واحنا مش ملحقين اللقمة. انه البلدية نفسها كمواقف، هاي المواقف غالية جدا، يعني كل نص ساعة بشكل. هلأ نص ساعة بشكل اللي عنده سيارة باب المحله بده يصفها بده، فبهذا الاشي بيكون له مش منيح يعني. والله عداد الدفع المسبق يعني هو اشي رائع، عملوه اشي كويس يعني، حتى صار حاليا الواحد يلاقي صف، الواحد يصف، كان ما كانش في مجال الواحد يصف ولا في اي مكان. هي منيحة يعني بالنسبة للمواطن، نظمت السير ووجدت مكان يعني وين الواحد صف سيارته، بس من ناحية تانية مثلا ما خلت مجال للسيارات انه تمرق، يعني اخذت على الجانب، يعني حطوها على الجانبين، على الجانب الايمن والجانب الايسر. وبالنسبة لشغلتها يعني اخر الشهر موظف ما بكون معه بصف السيارة، بده ينزل مثلا دقيقة يشتري هالغرض كذا، بيرجع بلاقي سيارته مثلا مكلبشة. هاي يعني شغلة كمان مش ايجابية. شوف، عداد الدفع المسبق هو يعني اول شيء احنا نحتاج عليه، ليش؟ لان المفروض الحكومه او البلديه يوفروا لنا مواقف مجانيه. امبارح عند مطعم من ناصر غاد رحت حطيت شيكل، اللي هو ما علمنيش نص ساعه، ضل خربان، رديت حطيت اخرى شيكل نفس الشيء، رحن علي شيكلين. طيب هلا اذا اجى المسؤول عن الكلبشات وما لكاش معلم عندي ساعه، مش بكلبشها بيصدق ان انا حطيت شيكلين؟ انا مع قرار الدفع المسبق بس بالطريقه اللي انا حكيتها، داخل المدينه مش غلط، اما بعيده كيلو وكيلو ونص واثنين كيلو متر غلط. اثنين، انه كمان الـ بحط المسؤوليه على بلديه رام الله، هي معنيه انها تاخذ الفلوس. ليش؟ هذه البناء يجب ان يكون له باركينج قبل العدادات المسبقه، بغير اللي في كل رام الله تلقى لك محل او تدخل على باركينج خصوصي، ذلك ممتاز كثير ورائع، لانه بدك انت تقعد لك ربع ساعه نص ساعه، يعني انا ما قعدتش ربع ساعه هسه، قضيت مهمتي وشغلي وانهيت واجيت وطلعت، هي رائع جدا يعني، بشكل نصف ساعه كثير رائع. انا صفيت كذا مره يعني معي سياره وادفع، ارجع لك السياره مكلبشه، اسالك ليش السياره مكلبشه، وكل فات وقتك نص ساعه لازم تدفع. يعني اذا ببكى في مشوار رايح مشوار لازم تلغي مشوارك بس مشان تيجي تدفع. انا شخصيا ضد هذه الفكره. تنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض، لكن الأمر الذي أثار امتعاض البعض هو تكبيل إطارات المركبات في حال تجاوز الوقت المسموح به ودفع المخالفة النقدية. من مدينة رام الله، دعاء السيوري، تلفزيون وطن.